وشيوخنا مترابطين والوفاء قدام في بسمك اللهم نبدأ على بركتي نتوكل منه دائما وأبدا طلب السداد والتوفيق والنجاح انطلاقاتنا متواصلة والتحديات مستمرة في انطلاقات هذا اليوم في اندفاعات هذا المهرجان الكبير الغالي على قلوبنا مهرجان البيت متوحد حيث تنطلق هذه الأسماء وتندفع هذه الشعارات وتتواصل المسيرة في أشواطنا الخاصة بمقيض الدار انطلاقة شوطنا التاسع الخاص بالحقائق البكار 3 كيلومترات تنتظر هذه الأسماء الكبيرة تنتظر هذه الشعارات القوية الحاضرة وبكل قوة مقدمة شوط أبدأ بالصدارة هناك انطلاقة وحضوري محال في هذه اللحظات مبارك بن سهيل بن مبارك الاكتبي يتقدم على مقدمة الشوط وعلى الصدارة بينما المركز الثاني أتابع القدوم والهجوم من عون وعبيد بن سالم بن راشد بالإحباله الاكتبي يتقدم بينما الهجوم من الجانب الأيمن تقدم الغزيل حمد بن سالم بن علي الدرعي والحضور من الظبي سلطان بن مطر بن شمي الاكتبي يتقدم في هذه اللحظات ويهاجم بشعار بينما المركز الخامس شوف هذا الشعار الواصل على ما يبدو لي شعار بن دري يتحرك في هذه اللحظات يقدم لنا مسافة منصور بن سيف بن علي بن دري المنصوري والمركز السادس هذا شعار بن عيف يتحرك على ما يبدو لي قادم بفزعة حمد بن سيف بن محمد بن عيف العامري وشعار بن ياعد يتقدم بو عبد الله يصلون هالسويحان هنا في هذه اللحظات شعار خليفة بن عبد الله بن ياعد الحميري من الجانب الأيمن يهاجم من الزوايا الصعبة يتقدم بانطلاقته وبحضوره بوصول شعلة القادمة وبكل قوة شعار بالخالص ينضم يهاجم أو هناك شعار مواري سيف بن ضاحي بن سيف الرماثي والهجوم من صواب ومحمد بن عبد الله بن حمد الدرعي والقدوم شوف هذه الأسماء شوف هذا التنافس الكبير والقدوم القدوم والوصول من حفلة محمد بن حمد بن ساعد الدرعي كيلو و200 متر هي ما يتبقى يا بن ياعد يا ابو عبد الله يا راعي شعلة يا راعي شعلة على المركز الأول شعلة على مقدمة الشوط خليفة بن عبد الله بن ياعد الحميري بن عيف على المركز الثاني يحاور يناور بشعاره بانطلاقة فزعة حمد بن سيف بن محمد بن عيف العامري وبن ساعد الدرعي يتقدمون الارقاعات ابناء القوع يهاجمون في هذه اللحظات بانطلاقة حفلة القادمة محمد بن حمد بن ساعد الدرعي والقدوم هنا من صواب ايضا الدرعي واصل محمد بن عبد الله بن حمد الدرعي التنافس كبير الانطلاق مثير ما بين هذه الشعارات ما بين صواب ما بين فزعة بن عيف ولا الدرعي صواب ولا فزعة ولا صواب بن عيف في انطلاقاته راعي غازي يتقدم من المركز الاول اندفع بصدارة الشوط حمد بن سيف بن محمد بن عيف العامري صواب الدرعي قادمة والقدوم والوصول والهجوم من المراكز الخلفية وصلكم شعار الاكتبي وأيضا يتقدم في هذه اللحظات وصول هذا الاسم اللي قادم وبكل قوة هناك انطلاقة مياسة مبارك بن محمد بن ضحاك المنصوري ولعت ما بينهم في اللحظات الأخيرة بالضحاك المنصوري ولا صواب الدرعي الصمود لمن في الأمتار الأخيرة الدرعي هالرقعات سلامي عليكم مع صواب وانطلاقتها محمد بن عبد الله بن حمد الدرعي تهاني نوالي مبروك على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار المركز الثاني كان شعار بالضحاك مبارك بن محمد بن ضحاك المنصوري مع مياسة والمركز
المركز الثالث. من فاجأتنا بالانطلاق الخطير عند اللحظات الأخيرة شعار بن سرود الخيالي حضر على المركز الثالث هناك بانطلاقته وبحضوره مع دمعة منصور بن ناصر بن علي بن سرود الخيالي. والمركز الرابع لحظة الوصول والانطلاق هناك من فزعة عبد بن زيد بن محمد بن نعيف العامري. والمركز الخامس لحظة الوصول على المركز الخامس من حفلة عبد الله بن حمد بن بهيان العامري. تنافس كبير في هذا الشوط المثير ولكن صواب صمدت حتى اللحظات الأخيرة محمد بن عبد الله بن حمد. الدرع انتزع ناموس الشوط بكل جدارة واستحقاق. 4:34 ست أجزاء من الثانية. سلامي عليك يا راعي صواب هناك مع هذا الانطلاق الكبير. المركز الثاني كانت مياسة بشعار مبارك بن محمد بن الضحاك المنصوري. شعار يقدم مستويات مميزة في هذا اليوم. 4:34 ثمان أجزاء من الثانية مبارك بن محمد بن الضحاك المنصوري مع مياسة. والمركز الثالث هناك كان شعار بن سرود الخيالي من قدم مستوى كبير في اللحظات الأخيرة. منصور بن ناصر بن علي بن سرود الخيالي. والتوقيت 4:34 تسعة أجزاء من الثانية. المركز الرابع فزعت بن عيف حلت بالمركز الرابع حمد بن محمد بن سيف بن عيف العامري. والتوقيت 4:35 بدون أجزاء من الثانية. والمركز الخامس كان هذا شعار عبد الله بن حمد بن بهيان العامري مع حفلة وتوقيته 4:35 بدون أجزاء من الثانية.